بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض بنك أسئلة تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي مقرر شهر أكتوبر، وأعد هذه الأسئلة الأستاذ محمود سعيد بارك الله فيه وجعل هذا العمل في ميزان حسناته. نسألكم الدعاء لنا وله بظهر الغيب. وطبعا هذه المراجعة التي أعدها الأستاذ محمود أول 8 صفحات شرح أول 8 دروس اللي هو مقرر شهر أكتوبر، ثم بعد ذلك أسئلة على هذا الشرح، وفي النهاية إجابة هذه الأسئلة. نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. رقم 1: فريد هيبرت بصفته عالم آثار، فهو يدرس الماضي من خلال التنقيب والملاحظة ولا المراسلات ولا الانترنت؟ طبعا عالم آثار، عالم آثار يرتبط بكلمة التنقيب والملاحظة، إذا هو يدرس الماضي من خلال التنقيب والملاحظة. رقم 2: يتم استخدام شبكة إيه عند تواصل أشخاص متواجدين في دول مختلفة. أنا عندي الانترنت والانترنت واللان، شبكة اللان دي شبكة محلية. طيب يتم استخدام شبكة الانترنت طبعا لان الاشخاص دول متواجدين في دول مختلفة، يعني في دول العالم، فشبكة الانترنت هي اكبر شبكة، لكن شبكة الانترنت ما تكون شبكة مغلقة وتكون في شركة او مؤسسة مثل مدرسة وهكذا. رقم 3: نقط هي طريقة رائعة لنقل المعرفة والمهارات. هي لنقل المعرفة والمهارات، البحث هينقل المعرفة والمهارات ولا الاستكشاف ولا التعليم والتدريب؟ طبعا التعليم والتدريب، لازم يكون الإنسان عنده علم ومتدرب لكي ينقل المعرفة والمهارات للآخرين. رقم 4: اختيار الكلمات المفتاحية بشكل صحيح يساعد على، لما تختار الكلمات المفتاحية بشكل صحيح يعني انت هتبحث عن درس معين تكتب اسم الدرس وتحدده، يبقى انت كده اخترت الكلمات المفتاحية بشكل صحيح، الكلام ده هيسهل نتائج البحث، هتظهر النتيجة اللي انت عايزها بسهولة. رقم 5: تشكل قناة نقط فرصة للتلاميذ لمشاهدة الدروس متى شاءوا. طبعا قناة مدرستنا، ودي موجودة على الانترنت، لو بحثت وكتبت قناة مدرستنا هتلاقيها موجودة على اليوتيوب، ممكن التلميذ يشاهده متى شاء. رقم 6: تحتوي شبكة المدرسة ولا الانترنت ولا المعرفة على كم هائل من المعلومات؟ طبعا شبكة الانترنت تحتوي على كم هائل من المعلومات. رقم 7: يجب أن تعمل مكونات جهاز الكمبيوتر ولا جسم الإنسان ولا الشبكة الخاص بك بشكل صحيح لمشاركة الملفات. طبعا يجب أن تعمل مكونات جهاز الكمبيوتر، لازم مكونات جهاز الكمبيوتر تعمل بشكل صحيح لمشاركة الملفات. رقم 8: يساعد نقط على إدارة الملفات باستخدام تكنولوجيا المعلومات. عشان أرتب الملفات اللي عندي وأنظمها، يا ترى هنشئ مجلدات ولا هحذف مجلدات ولا هنسخ مجلدات؟ طبعا عشان أرتب هنشئ مجلد رئيسي وبعد كده مجلد فرعي هكتب فيه الصور أو المستندات أو الفيديوهات وهكذا، يبقى إنشاء المجلدات ده يساعد على إدارة الملفات باستخدام تكنولوجيا المعلومات. رقم 9: جهاز يربط جهاز الكمبيوتر بالإنترنت، في جهاز يربط جهاز الكمبيوتر بالإنترنت بواسطة الواي فاي أو الإثيرنت. ألف: محرك القرص الصلب ولا الراوتر ولا منفذ الإثيرنت؟ طبعا أي جهاز كمبيوتر لما يتصل بالإنترنت لازم يكون في راوتر، الراوتر ده يكون عندي أو عند أي حد، المهم لازم الجهاز ده اللي هيوصلني بالنت الراوتر، إذا نختار الراوتر. رقم 10: لتخزين المعلومات نستخدم إيه لحفظ الصور واستخدامها لاحقا. عشان أخزن معلومات هنستخدم الماسح الضوئي ولا الطابعة ولا الميكروفون؟ طبعا الميكروفون مش هيخزن لي معلومات، هيدخل صوت للكمبيوتر، الطابعة هتخرج من الكمبيوتر صور، أما الماسح الضوئي هو اللي هنستخدمه في تخزين المعلومات لكي نستخدمها في وقت لاحق. رقم 11: هو سلك، هو بيسأل عن نوع سلك، والسلك ده يربط جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب بجهاز التوجيه اللي هو الراوتر، يعني السلك متصل بالراوتر وبالكمبيوتر. السلك ده محرك القرص الصلب الخارجي
ولا سلك ايثرنت ولا الراوتر نفسه؟ طبعا هو الجهاز متصل من الراوتر لجهاز الكمبيوتر، يبقى سلك ايثرنت. رقم 12، لحل مشكلة بطء التحميل. التحميل عندي بطيء، الجهاز تحميله بطيء، الحل اعد تشغيل الكمبيوتر والراوتر ولا حذف برنامج الوورد ولا تحديث النظام؟ طبعا عشان احل مشكلة بطء التحميل اعادة تشغيل، هعمل ريستارت للجهاز وللراوتر، اعادة تشغيل الكمبيوتر والراوتر. رقم 13، شبكة ايه تعتبر من الشبكات المغلقة؟ معمل الكمبيوتر بالمدرسة ولا الانترنت ولا الشبكة العنكبوتية العالمية؟ طبعا الشبكة العنكبوتية العالمية شبكة عالمية تشمل المواقع، والانترنت طبعا ده عالمي ايضا. اما الذي يعتبر من الشبكات المغلقة هو معمل الكمبيوتر بالمدرسة. رقم 14، اصغر وحدة بيانات، البت ولا الهيرتز ولا البايت؟ مكونة من حرفين فقط، حروفها قليلة، اصغر وحدة بيانات البت. رقم 10، اولى خطوات حل المشكلات. عشان احل مشكلة، تحديد المشكلة ولا دراسة الحلول المحتملة؟ طب انا لسه معرفتش المشكلة، ولا التفكير في طرق مختلفة لحل المشكلة؟ طبعا بداية تحديد المشكلة، احدد المشكلة ثم بعد ذلك ادرس الحلول او افكر في طرق مختلفة للحل. رقم 16، هي وحدة قياس تستخدم لقياس سرعة الشبكة او الاتصال بشبكة الانترنت، الميجا بت في الثانية ولا الجيجا هيرتز ولا البايت؟ طبعا الشبكة التي تستخدم لقياس سرعة الشبكة او الاتصال بشبكة الانترنت، الميجا بت في الثانية. رقم 17، تستخدم المؤسسات الثقافية شبكات الكمبيوتر العامة لمشاركة المعلومات ايه؟ معلومات خاصة ولا معلومات عامة ولا معلومات سرية؟ طبعا المعلومات العامة. تستخدم المؤسسات الثقافية شبكات الكمبيوتر العامة لمشاركة المعلومات العامة ايضا. رقم 18، شاعت اجهزة الواي فاي في الثمانينات ولا التسعينات ولا سنة 2000 وما بعدها من القرن الماضي؟ طبعا سنة 2000 وما بعدها. رقم 19، تساعد ذوي الهمم في زيادة مستوى ثقتهم بأنفسهم، الشبكات ولا الحاسبات ولا الطابعات؟ الطابعات ده جهاز هيخرج لنا ورق هنطبع من على الكمبيوتر، والحاسبات لا تساعد ذوي الهمم في شيء، وإنما الشبكات هي التي تساعد ذوي الهمم في زيادة مستوى ثقتهم بأنفسهم. رقم 20، تربط نقط أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات المهمة، شبكات الكمبيوتر ولا ملحقات الكمبيوتر ولا أجهزة الإدخال؟ طبعا التي تربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها شبكات الكمبيوتر، وإحنا قلنا في شبكة داخلية اسمها لان، دي ممكن نربط الأجهزة ببعضها لتبادل المعلومات والبيانات، وطبعا الأجهزة ما تكون في مكان واحد. رقم 21، يتكون من أجهزة وأدوات منزلية متصلة بالإنترنت عن طريق الواي فاي، الإنترنت ولا إنترنت الأشياء ولا البلوتوث؟ طبعا إنترنت الأشياء هو الذي يمكنني من استخدام الأجهزة المنزلية باستخدام النت عن طريق الإنترنت أو عن طريق تطبيقات هتكون متصلة بالإنترنت. رقم 22، نقط شبكة تربط أجهزة الكمبيوتر والأشخاص الذين يستخدمون تلك الشبكة من جميع أنحاء العالم. أول ما قال لي جميع أنحاء العالم يبقى الإنترنت على طول، لكن الإنترنت دي شبكة مغلقة على قد مؤسسة مثل مدرسة أو شركة. رقم 23، يسمح نقط باستخدام الهاتف والإنترنت في آن واحد، يلي يسمح باستخدام الهاتف والانترنت في آن واحد، خط المشترك الرقمي DSL ولا الاتصال بالانترنت عبر الطلب الهاتفي ولا الشبكة العنكبوتية؟ طبعا يسمح باستخدام الهاتف والانترنت في آن واحد خط المشترك الرقمي DSL. رقم 24، هو موصل طويل ينقل البيانات او الطاقة بين الاجهزة، السلك اللي هو كابل ولا الراوتر ولا البوابة؟ طبعا هو موصل طويل، اذا هو سلك، يبقى هنختار السلك، موصل طويل ينقل البيانات او الطاقة بين الاجهزة. سلك ممكن نستخدمه في نقل بيانات من جهاز لاخر او من جهاز للتليفون، او الطاقة اللي هو ينقل لي الطاقة من الكهرباء للجهاز. رقم 25،
نقط متاح بالمجان لجميع المصريين المسجلين على الموقع. طبعا بنك المعرفة المصري رقم 26 في الثمانينات ولا التسعينات ولا الألفينات كان الاتصال بالإنترنت يتم عبر الطلب الهاتفي. طبعا في الثمانينات، احنا قلنا في الألفينات بدأ الاتصال باستخدام الواي فاي. رقم 27 تتيح لك الاتصال بالإنترنت من أي مكان المتاحة، نقاط الاتصال ولا الشبكة العنكبوتية ولا الشبكة المحلية. طبعا نقطة الاتصال هي التي تتيح لك الاتصال بالإنترنت في أي مكان. رقم 28 هو الجهاز الذي يربط جهاز الكمبيوتر، يبقى هو جهاز يربط جهاز الكمبيوتر بمزود خدمة الإنترنت ISP، الراوتر ولا البوابة ولا سلك الإثرنت. طبعا جهاز، ما قاليش سلك، هو جهاز يربط جهاز الكمبيوتر، إذن هو الراوتر. رقم 29 هي مجموعة كبيرة من صفحات الويب التي ترتبط مع بعضها البعض باستخدام الروابط التشعيبية، الشبكة العنكبوتية ولا الانترنت ولا الشبكة المحلية. مجموعة كبيرة جدا من صفحات الويب اللي هي www، هنختار الشبكة العنكبوتية. رقم 30 نقط نوع آخر من الشبكات يختلف عن شبكة الانترنت، الانترنت ولا الشبكة العنكبوتية ولا الانترانت. طبعا الانترانت هو نوع آخر من الشبكات يختلف عن شبكة الانترنت، واحنا قلنا ما يستخدم في الشركات أو المدارس لأنها شبكة مغلقة. رقم 31 هي وسيلة للوصول إلى شيء ما، الراوتر ولا البوابة ولا سلك الإثرنت. هي وسيلة للوصول إلى شيء ما، البوابة وسيلة للوصول إلى شيء ما. رقم 32 تستخدم المؤسسات والشركات شبكات الكمبيوتر المغلقة ولا العامة ولا المنزلية لمشاركة المعلومات الخاصة. المعلومات الخاصة فلازم تكون شبكة مغلقة، تكون خاصة بالشركة فقط. رقم 33 نقط تتكون من جهاز كمبيوتر متصل بجهاز كمبيوتر آخر أو أي جهاز مثل الطابعة أو جهاز التوجيه، ده الانترنت ولا الانترانت ولا الشبكة المحلية. طبعا لما يكون عندك جهاز متصل بالراوتر يبقى انت كده عندك شبكة محلية. الشبكة المحلية تتكون من جهاز كمبيوتر متصل بجهاز كمبيوتر آخر أو جهاز مثل الطابعة أو جهاز التوجيه اللي هو الراوتر. رقم 34 نقط هي تقنية شبكية تربط الأجهزة المحمولة اللاسلكية، يبقى هي تقنية موجودة، تقنية يعني خاصية موجودة في الأجهزة المحمولة اللاسلكية اللي هو التليفون المحمول عبر مدى قصير. المدى بتاعها اما توصل التليفونات ببعضها عبر مدى قصير، ما ينفعش الجهازين يكونوا بعيد عن بعض، لازم يكون بينهم وبين بعض مسافة قصيرة لتشكيل شبكة، أي لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة عشان تنقل بيانات من جهاز لآخر. يا ترى الانترنت ممكن أبعت لواحد في دولة تاني، ولا انترنت الأشياء. طبعا انترنت الأشياء إن أنت تشغل الأجهزة المنزلية عبر تطبيقات، وطبعا ممكن تكون في مدينة تاني غير اللي أنت فيها. أما البلوتوث هو التقنية شبكية، تقنية مش جهاز ولكنها خاصية تربط الأجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير لتشكيل شبكة لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة. رقم 35 يمكن اعتبار مدرستك شبكة عائلية، عائلية يبقى أسرتك، المدرسة والبلد مش عائلية وإنما أسرتك هي العائلية. رقم 36 يؤدي ذوي الهمم واجباتهم المدرسية عبر الإنترنت مستخدمين إيه، الشاشات العادية ولا مكبرات الصوت ولا قارئات الشاشة. طبعا ذوي الهمم الذين عندهم ضعف في النظر يستخدمون قارئات الشاشة. رقم 37 كلمة مصر تتشكل من ثلاث أحرف، كلمة مصر تتكون من ثلاث أحرف، لذلك تحتاج إلى 3 بايت ولا 4 بايت ولا 5 بايت لتمثيلها في نظام الكمبيوتر. 3 أحرف يبقى نختار 3 بايت. 38 اتباع خطوات اكتشاف المشكلات وحلها يساعدك على عدم حل المشكلة ولا حل المشكلة ولا تعقيد المشكلة. طبعا حل المشكلة، هتتبع اكتشاف المشكلات وتحلها هيساعدك على حل المشكلة. رقم 39 نقط وحدة لقياس عدد الدورات التي تنفذها وحدة المعالجة المركزية
وحدة المعالجة المركزية يبقى مرتبطة بالهيرتز الجيجا هيرتز. رقم 40، إذا كان محرك البحث بطيء نتحقق من اتصال الفارة، ملهاش علاقة بالبحث، ولا اتصال لوحة المفاتيح أيضا ملهاش علاقة بالبحث، ولا الاتصال بالواي فاي. طبعا انت عندك مشكلة في البحث على الانترنت، هتشوف اتصالك بالواي فاي سليم ولا منقطع، نتحقق من الاتصال بالواي فاي لحل المشكلة. رقم 41، نقط، هو سلك ينقل الصوت والصورة من الأجهزة وإليها. سلك ينقل الصوت والصورة من الأجهزة وإليها، سلك إثرنت ولا الراوتر ولا واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح. طبعا أنا عندي نوعين سلك، سلك إثرنت وله منفذ أيضا، منفذ إثرنت ممكن يستخدم لنقل المعلومات أو للاتصال بالإنترنت، لكن هو سلك ينقل الصوت والصورة من الأجهزة وإليها واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح. رقم 42، لحل مشكلة عدم وجود الاتصال بالإنترنت نقوم بإيه؟ بتحديث النظام ولا البحث عن الملفات ولا تجربة سلك إثرنت جديد؟ أنا عندي مشكلة في عدم اتصالي بالإنترنت، تحديث التطبيقات ليس له علاقة بالإنترنت، البحث عن الملف أيضا ليس له علاقة بالإنترنت، وإنما تجربة سلك إثرنت جديد هو الذي له علاقة بالإنترنت. رقم 43، تستخدم نقط لتخزين المعلومات أو لنقلها أو مشاركتها. أخلي بالي من السؤال، تستخدم نقط لتخزين المعلومات، لو تخزين المعلومات فقط ممكن محرك القرص الصلب الخارجي، لكن هنا تخزين المعلومات لنقلها أو مشاركتها. طبعا أنت عايز تنقل ملفات أو لعبة أو بو أو فيديو أو درس من عند واحد صاحبك، مش هتاخد قرص صلب تنقله عليها، إنما هنستخدم إيه؟ هنستخدم ذاكرة الفلاش اللي هي الفلاشة يعني. رقم 44، لتخزين المعلومات ومشاركتها نستخدم الماسح الضوئي ولا الطابعة ولا ذاكرة فلاش؟ لتخزين المعلومات ومشاركتها أيضا ذاكرة الفلاش اللي هي الفلاش الميموري. أخلي بالي، الماسح الضوئي لتخزين المعلومات وحفظها على الجهاز كصور، لكن هنا لتخزين المعلومات ومشاركتها نستخدم ذاكرة الفلاش. رقم 45، نقط، مثل محرك القرص الثابت لكنه يعمل بشكل أسرع. طبعا محرك القرص الصلب الخارجي. 46، آخر خطوات إجراء البحث هي مشاركة النتائج ولا اختيار الموضوع ولا تقسيم الموضوع بالبحث؟ طبعا مشاركة النتائج. رقم 47، توفر نقط طريقة فعالة لتعليم الآخرين وتدريبهم عن بعد. المكتبة هتعلم الآخرين وتدربهم عن بعد ولا الاجتماعات الافتراضية ولا المدرسة؟ طبعا الاجتماعات الافتراضية، مثل الشرح أونلاين يعني عن طريق برنامج الزوم. رقم 48، تحتاج العديد من المعلومات الأولية التي تعثر عليها أثناء بحثك إلى الخضوع لعمليات حذف ولا نسخ ولا تقييم؟ طبعا المعلومات الأولية تحتاج إلى تقييم عشان تعرف معلومات صحيحة ولا لا. رقم 49، عندما يريد فريد هيبرت التواصل بشكل رسمي أكثر فإنه يستخدم اللاسلكي ولا رسائل البريد الإلكتروني ولا الهاتف؟ طبعا عشان يتواصل بشكل رسمي أكثر يستخدم رسائل البريد الإلكتروني. رقم 50، اختيار موضوع البحث، في أي بحث يعتبر الخطوة الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة من خطوات إجراء البحث؟ اختيار موضوع البحث، عشان اختار موضوع البحث ده يعتبر الخطوة الأولى ولا الثانية ولا الأخيرة؟ طبعا الخطوة الأولى. رقم 51، في حالة تعذر فريد هيبرت التواصل المباشر مع الآخرين، عايز يتواصل مع اللي هيدربهم بطريق مباشر، طب تعذر التواصل المباشر مع الآخرين، يعقد اجتماعا افتراضيا يعني أونلاين باستخدام برنامج الزوم ولا يؤجل الاجتماعات ولا يلغي الاجتماعات؟ طبعا إذا تعذر التواصل المباشر هيعقد اجتماعات افتراضية. رقم 52، يفضل فريد هيبرت عند التواصل مع الآخرين التواصل عن بعد ولا التواصل المباشر ولا ألف وباء معا؟ طبعا السؤال اللي قبلي ما يقول لي إذا تعذر التواصل المباشر هيضطر يلجأ للتواصل عن بعد، فإذا المفضل عنده التواصل المباشر. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم 1، رمز الاستجابة السريع يساعد ويسهل الوصول إلى المعلومات. رمز الاستجابة السريع اللي هو الـ QR، طبعا هذه العبارة صحيحة.
رقم 2 يعتبر فريد هيبرت تنظيم مواعيد الاجتماعات في وقت مناسب للجميع من الأمور السهل تحقيقها. طبعا هذه العبارة خطأ، ولكن من الصعب تنظيم مواعيد الاجتماعات في وقت مناسب للجميع. رقم 3 ينصح باستخدام جمل كاملة عند إجراء بحث عن موضوعات فرعية. طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما ينصح باستخدام كلمات مفتاحية مخصصة. رقم 4 يستخدم فريد هيبرت في عمله اليومي برنامج معالج الكلمات اللي هو الوورد وفي كتابة التقارير. هذه العبارة صحيحة، هذا العالم يوميا يكتب تقارير على برنامج الوورد. رقم 5 عند إجراء عملية البحث يمكنك استخدام كلمات مختلفة لها معان متشابهة أو مترادفة. طبعا هذه العبارة صحيحة. رقم 6 يستخدم برنامج معالج الكلمات وورد في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها. هذه العبارة خطأ، إنما برنامج الوورد يستخدم في كتابة التقارير، والذي يستخدم في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها هو برنامج الإكسل. رقم 7 قد تحتاج أحيانا إلى تجربة كلمات مفتاحية مختلفة أثناء بحثك عبر الإنترنت. هذه العبارة صحيحة. رقم 8 نستخدم الرسائل الورقية للتواصل بشكل رسمي. هذه العبارة أيضا صحيحة. رقم 9 عندما تبحث عن المعلومات فإنك في الواقع تبني معرفة. لما تبحث عن المعلومات في الواقع أنت كده إما تبني معرفة. هذه العبارة صحيحة. رقم 10 الجيجا بايت من وحدات القياس وتساوي 1024 بايت. هذه العبارة خاطئة، وإنما تساوي. رقم 11 تساعد أدوات التكنولوجيا في إدارة الملفات الرقمية. هذه العبارة صحيحة. رقم 12 نستخدم أدوات التكنولوجيا لنشارك ونتبادل الأفكار. هذه العبارة أيضا صحيحة. رقم 13 واجهة الوسائط المتعددة الـ HDMI هي سلك يربط جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول بجهاز التوجيه. طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما واجهة الوسائط المتعددة لنقل الفيديوهات والصوت بجودة عالية. رقم 14 يعتبر الماسح الضوئي أحد ملحقات الأجهزة الإلكترونية. هذه العبارة صحيحة. رقم 15 استخدام كلمات مفتاحية عند البحث يؤدي إلى الوصول لنتائج أكثر دقة. طبعا هذه العبارة صحيحة. رقم 16 وحدة قياس ميجا بت في الثانية هي وحدة تستخدم لقياس سرعة الشبكة أو الاتصال بشبكة الإنترنت. طبعا ميجا بت في الثانية مرتبطة بزمن، إذن هنقول هذه العبارة صحيحة. رقم 17 إذا لم تتوصل إلى حل للمشكلة، أنت ما توصلتش لحل للمشكلة، فعليك الاستعانة بمين؟ بمعلمك. فعليك الاستعانة بمعلمك أو بأحد أفراد أسرتك. طبعا هذه العبارة صحيحة. واجهتك مشكلة في الجهاز أو في الكمبيوتر ولم تتوصل لحل لهذه المشكلة، فإذا كنت في المدرسة هتستعين بالمعلم، وإذا كنت في البيت هتستعين بأحد أفراد أسرتك. رقم 18 كلما قلت سرعة الشبكة كان ذلك أفضل. طبعا خطأ، كلما زادت سرعة الشبكة كان ذلك أفضل. رقم 19 اتباع خطوات اكتشاف وحل المشكلات لا يساعد على التوصل إلى طرق مختلفة للحل. اتباع خطوات اكتشاف وحل المشكلات، يعني انت هتتبع خطوات اكتشاف وحل المشكلات، لا يساعد على التواصل الى طرق مختلفة لحل المشكلة. طبعا هذه العبارة خطأ. طبعا اتباع الخطوات واكتشاف وحل المشكلات يساعد على التواصل الى طرق مختلفة. رقم 20 لحل مشكلة المساحة غير كافية، مساحة الجهاز عندك غير كافية، يجب نقل الملفات الى محرك اقراص خارجي. طبعا هذه العبارة صحيحة. عندك اشياء ومش عايز تحذفها هتنقلها لكي تحتفظ بها في محرك اقراص خارجي. رقم 21 اعادة تشغيل الراوتر عن طريق حل مشكلة التحميل البطيء، صح. 22 تربط شبكات الكمبيوتر اجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض لتبادل المعلومات والبيانات المهمة. هذه العبارة ايضا صحيحة. رقم 23 الاجهزة الالكترونية التي تعمل بدون انترنت تعد مثالا على انترنت الاشياء. طبعا هذه العبارة خطأ، انترنت الاشياء لابد من استخدام الانترنت. رقم 24 السلك هو موصل طويل ينقل البيانات او الطاقة بين الاجهزة. هذه العبارة صحيحة.
رقم 25، من الصعب أن تكون الأدوات المنزلية جزءا من شبكة. طبعا هذه العبارة خطأ، من السهل وهناك أدوات منزلية جزءا من شبكة الإنترنت، أنت ممكن تستعين بالإنترنت لتشغيلها وانت في العمل. رقم 26، لربط جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت يجب استخدام بوابة جيتاوي اللي هي الراوتر، طبعا هذه العبارة صحيحة. رقم 27، تحدي شبكات الكمبيوتر من استقلالية الأشخاص ذوي الهمم، طبعا هذه العبارة خطأ وإنما هي تزيد وليس تحد. في الثمانينات شاعت أجهزة الواي فاي، وبذلك أصبح الوصول إلى شبكة الإنترنت من هاتفك الذكي ممكنا، هذه العبارة خطأ وإنما في الألفينات. رقم 29، تساعدنا شبكات الكمبيوتر على تشغيل التطبيقات أو البرامج، هذه العبارة صحيحة. رقم 3، شبكة الإنترنت شبكة خاصة تقتصر على أشخاص داخل مكان محدد، شبكة الإنترنت شبكة خاصة، طبعا هذه العبارة خطأ وإنما هي شبكة عامة. رقم 31، لا يمكننا التواصل ومتابعة دروسنا عبر الإنترنت، أيضا هذه العبارة خطأ، يمكننا التواصل مع الآخرين ومتابعة دروسنا عبر الإنترنت. ظهرت نقاط الاتصال بعد سنة 2000، طبعا هذه العبارة صحيحة. رقم 33، خط المشترك الرقمي هو وصلة ذات سرعة عالية، خط المشترك الرقمي وصلة ذات سرعة عالية تستخدم أسلاك الهاتف المنزلي نفسها للاتصال بالإنترنت، هذه العبارة صحيحة. رقم 34، نتواصل يوميا باستخدام شبكات الكمبيوتر لإرسال رسائل نصية أو لشراء شيء باستخدام هواتفنا، طبعا هذه العبارة أيضا صحيحة. رقم 35، الشبكة المغلقة قد تحتوي على أجهزة كمبيوتر متصلة عن طريق أسلاك للسماح بمشاركة الملفات، هذه العبارة صحيحة، في مكان واحد وغرفة واحدة جهازيا أو أكثر متصلين ببعض عن طريق أسلاك والغرض لمشاركة الملفات، هذه العبارة صحيحة. رقم 36، باستخدام شبكات الكمبيوتر نستطيع تحميل مقاطع الفيديو، أيضا هذه العبارة صحيحة. رقم 37، الشبكة العنكبوتية العالمية WWW لا تمثل جزءا من شبكة الإنترنت، طبعا هذه العبارة خطأ وإنما تمثل جزءا من شبكة الإنترنت. رقم 38، يمكننا تشغيل وإطفاء الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت من خلال تطبيقات خاصة بها، هذه العبارة صحيحة. رقم 39، في أواخر الثمانينات ظهرت الشبكة العنكبوتية العالمية، طبعا هذه العبارة صحيحة اللي هي WWW ده اختصارها. رقم 40، يجب دائما أخذ الإذن من والديك قبل شراء أي غرض عبر الإنترنت، طبعا هذه العبارة صحيحة، ما ينفعش التلميذ يشتري من نفسه. رقم 41، في أواخر الثمانينات كان الاتصال بالإنترنت يتم عبر الطلب الهاتفي، طبعا هذه العبارة خطأ. رقم 42، التسوق عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية تيسر حياة الجميع وخاصة ذوي الهمم، هذه العبارة صحيحة. رقم 43، شبكة الكمبيوتر المحلية اللان هي شبكة تربط أجهزة الكمبيوتر من جميع أنحاء العالم، طبعا خطأ وإنما الأجهزة تكون في مكان واحد أو في غرفة واحدة. رقم 44، يستخدم فريد هيبرت البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو ليشارك اكتشافاته مع زملائه، هذه العبارة صحيحة. رقم 45، لحل مشكلة الإنترنت المنزلي لا يعمل نستخدم الإثرنت أو الاتصال بمزود الخدمة، طبعا هذه العبارة صحيحة، يعني لو في مشكلة الإنترنت لا يعمل هتستخدم سلك الإثرنت بدل من الواي فاي، ولو ما اشتغلش هتضطر تتصل بمزود الخدمة. رقم 46، تعتبر شبكة الإنترنت أحد أنواع الشبكات المغلقة، طبعا هذه العبارة خطأ وإنما شبكة الإنترنت شبكة عالمية. رقم 47، عدم وجود مساحة تخزين كافية للرسومات لا يسبب مشاكل في معالجة الملفات الكبيرة، طبعا هذه العبارة خطأ، يسبب مشاكل في معالجة الملفات الكبيرة. رقم 48، إذا لم تنجح فكرة ما توصلت إليها في حل مشكلة معينة فقد تسهم في حل مشكلة أخرى، طبعا هذه العبارة صحيحة، أنت حاولت واكتشفت ممكن اللي أنت حاولته ينفع في حل مشكلة أخرى غير هذه المشكلة. رقم 49،
كلما زادت عدد الدورات التي تنفذها وحدة المعالجة زادت سرعة معالجة البيانات والتعليمات. هذه العبارة صحيحة. رقم 50، الحل لمشكلة بطء جهاز الكمبيوتر عند فتح أحد التطبيقات هو حذف هذا التطبيق. طبعا هذه العبارة خطأ. الحل إعادة تشغيل الجهاز أو تحديث هذا التطبيق. رقم 51، سلك الإثرنت هو سلك ينقل الصوت والصورة من الأجهزة وإليها. طبعا هذه العبارة خطأ، وإنما هو سلك يتصل من الجهاز إلى الراوتر لينقل الإنترنت. رقم 52، نستخدم الكاميرا الرقمية لنقل الملفات ومشاركتها. طبعا هذه العبارة خطأ، الكاميرا تستخدم في التصوير إذا أحببت أن ترسل صورك أثناء المحادثة في الفيديو. رقم 53، نستخدم ذاكرة الفلاش لتخزين ونقل ومشاركة المعلومات. هذه العبارة صحيحة. رقم 54، يمكننا التقاط الصور الفوتوغرافية بواسطة الماسح الضوئي. طبعا هذه العبارة خطأ، ولكن يمكننا حفظ الصور مثل شهادة الميلاد كصور. رقم 55، يمكننا استخدام البريد الإلكتروني للتواصل بشكل رسمي. هذه العبارة صحيحة. رقم 56، تحتوي شبكة الإنترنت على كما هائلا من المعلومات. هذه العبارة صحيحة. رقم 57، يمكننا استخدام برنامج الزوم في تصميم العروض التقديمية. هذه العبارة خطأ، برنامج الزوم للتواصل أونلاين أو للاجتماعات الافتراضية، أما برنامج العروض التقديمية هو البايربوينت اللي أنا شغال عليه دلوقتي. رقم 58، ليس من المهم أن تتعاون مع زملائك في الفصل أثناء بناء المعرفة. طبعا خطأ، لابد من التعاون مع الزملاء. رقم 59، يستخدم برنامج الجداول الحسابية الإكسل في كتابة التقارير. طبعا هذه العبارة خطأ، لأن الذي يستخدم في كتابة التقارير هو برنامج الوورد، أما برنامج الإكسل يستخدم في العمليات الحسابية وجمع البيانات. رقم 60، من الجيد أن يبحث زميلان عن المعلومات نفسها ثم يشاركان نتائجهما وبيانتهما. طبعا هذه العبارة صحيحة. 61، لا يفضل فريد هيبرت التواصل مع الناس من خلال المقابلات المباشرة. طبعا هذه العبارة خطأ، هو يفضل التواصل من خلال المقابلات المباشرة. رقم 62، عند التعاون مع زملائك في الفصل لبناء المعرفة لا يفضل تقسيم الموضوع إلى موضوعات فرعية. طبعا هذه العبارة صحيحة. 63، يستخدم برنامج العروض التقديمية البايربوينت في عرض نتائج الأبحاث. هذه العبارة صحيحة. رقم 64، ليس من الممكن إضافة مجلدات فرعية داخل المجلد الرئيسي. طبعا هذه العبارة خطأ، يمكن إضافة مجلدات فرعية أكثر من 100 مجلد داخل المجلد الرئيسي. رقم 65، يعقد فريد هيبرت الاجتماعات الافتراضية باستخدام منصات زوم وواتساب. طبعا هذه العبارة صحيحة، في حالة عدم القدرة على المقابلات المباشرة يستخدم الاجتماعات الافتراضية عن طريق برنامج الزوم والواتساب. السؤال الثالث، أكمل الجمل بالكلمات المناسبة مما بين القوسين: إكسل، إنترنت الأشياء، إيميل، مرادفات القرص الصلب الخارجي. رقم 1، يستخدم برنامج نقط في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها. طبعا برنامج الإكسل. رقم 2، مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية البلوتوث مثالا على إنترنت الأشياء. 3، يستخدم نقط للمراسلة بشكل رسمي بين فريق العمل. طبعا الإيميل. رقم 4، يمكننا استخدام إيه للكلمات المفتاحية، نستخدم مرادفات للكلمات المفتاحية. رقم 5، القرص الصلب الخارجي يخزن المعلومات ويعمل أسرع من القرص الصلب. السؤال الثاني، عند التعاون مع زملائك أثناء بناء المعرفة يجب تقسيم الموضوع البحث إلى موضوعات. طبعا موضوعات أصغر. 2، نقط يربط جهاز الكمبيوتر أو المحمول بجهاز التوجيه، طبعا سلك الإثرنت. رقم 3، عند بطء عمل محرك البحث نتحقق من الاتصال طبعا بالإنترنت أو الواي فاي، بس أنا ما عنديش في الاختيار إنترنت أو واي فاي فهختار إعادة تشغيل الجهاز. رقم 4، نقط سلك ينقل الصوت والصورة من الأجهزة وإليها، سلك الـ HDMI. رقم 5، نقط طريقة لشراء أي غرض عبر الإنترنت، طبعا التسوق الإلكتروني. السؤال الثالث، نقط يسمح باستخدام الهاتف والإنترنت في آن واحد.
الذي يسمح باستخدام الانترنت والهاتف في آن واحد الـ DCL. رقم 2، نقط شبكة تربط أجهزة المحمول لاسلكيا لمدى صغير، طبعا البلوتوث. رقم 3، نقط تعتبر جزء صغير من الانترنت، طبعا WWW. رقم 4، هي عامل مشترك بين الانترنت والانترانت، الشبكة المغلقة. رقم 5، تستخدم لمشاركة المعلومات العامة، الشبكة المفتوحة. السؤال الرابع، رقم 1، نقط تسمح بالاتصال بالانترنت من اي مكان، نقطة الاتصال. رقم 2، تستخدم لمشاركة المعلومات الخاصة، طبعا الشبكة المغلقة. رقم 3، يربط جهاز الكمبيوتر بالانترنت بواسطة الواي فاي او الايثرنت، الراوتر. رقم 4، من خطوات اكتشاف وحل المشكلة تحديد المشكلة. رقم 5، تخزن البيانات وتساعد على نقلها او مشاركتها، طبعا ذاكرة الفلاش الميموري. السؤال الخامس، رقم 1، اختيار الكلمات المفتاحية اثناء البحث، وورد ولا الاولية ولا تضيق ولا لان ولا زوم، كمية النتائج، طبعا تضيق كمية النتائج او تسهل عملية البحث. رقم 2، يستخدم نقط لعقد الاجتماعات الافتراضية، طبعا تطبيق الزوم او برنامج الزوم. رقم 3، تحتاج المعلومات الاولية ولا اللان ولا وورد التي تعثر عليها للخضوع لبعض العمليات، طبعا المعلومات الاولية. رقم 4، يستخدم برنامج نقط في كتابة التقارير، برنامج الوورد. رقم 5، شبكة اللان، شبكة محلية تقتصر على اتصال جهاز كمبيوتر بجهاز آخر. السؤال الرابع، صل من العمود ألف ما يناسبه في العمود باء. يدرس علماء الآثار الماضي من خلال التنقيب. 2، طريقة فعالة للتعلم والتدرب عن بعد، اللي هي طبعا الاجتماعات الافتراضية. رقم 3، يستخدم لكتابة التقارير، طبعا برنامج معالج الكلمات الوورد. رقم 4، يستخدم للتواصل بشكل رسمي، البريد الإلكتروني الإيميل. السؤال الثاني، رقم 1، بت طبعا هي أصغر وحدة بيانات. 2، بايت تساوي 8 بت. 3، كيلو بايت يساوي 1024 بايت. 4، ميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت. جيجا بايت يساوي 1024 ميجا بايت. تيرا بايت يساوي 1024 جيجا بايت. رقم 1، الجهاز الذي يربط جهاز الكمبيوتر بمزود خدمة الانترنت، طبعا الراوتر. رقم 2، مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضها البعض، WWW اللي هي الشبكة العنكبوتية. رقم 3، شبكة خاصة مغلقة على بعض الأشخاص، الانترانت في ألف. رقم 4، شبكة تربط الأشخاص حول العالم، الانترنت بدون ألف. السؤال الثالث، تساعدنا على أخذ دروس عبرها، شبكة الانترنت. رقم 2، يحتوي على معلومات مشوقة وممتعة، بنك المعرفة المصري. رقم 3، جهاز يساعد ذوي الهمم، طبعا قارئات الشاشة. رقم 4، تساعد على اتصال الأجهزة المنزلية بالإنترنت، إنترنت الأشياء. السؤال الأخير، الماسح الضوئي تلتقط صور فيديو أثناء محادثات الفيديو، ولا طريقة سريعة وسهلة لمشاركة أنواع مختلفة من المعلومات عن طريق مسح الرمز؟ طبعا لا، يساعدنا على إدخال وتخزين الصور والصفحات الورقية إلى الكمبيوتر، طبعا هو الماسح الضوئي. رقم 2، الكاميرا الرقمية تلتقط صور وفيديوهات أثناء محادثة الفيديو. 3، رمز الاستجابة السريع QR هو طريقة سريعة وسهلة لمشاركة أنواع مختلفة من المعلومات عن طريق مسح الرمز ضوئيا. انتهت الأسئلة، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، وندعو الأستاذ محمود مرة أخرى، بارك الله فيه وجعل هذا العمل في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.